أهلا وسهلا بالحضور الكريم الذي عودنا كعادته في يوم الأربعاء يحضر ويناقش ويشارك في هموم الوطن. اليوم موضوعنا الدعم المالي للجمعيات السياسية في القانون والتجارب العربية. تقوم فلسفة الدولة في الفكر الفلسفي والفقه القانوني على أنها جهاز من صنع الشعب، وجد ليخدم الشعب من خلال مرافق عامة اقتصادية واجتماعية وأمنية وصحية وتربوية إلخ، وأن القائمين على هذا الجهاز الضخم أو الأجهزة المتفرعة منها المشكلة لها عاملون فيها، وسلطتهم محددة بالقانون، يعاقب من يتجاوزها ولهم مقابل ذلك أجوراً مادية معلومة يدفعها الشعب من ثرواته التي يستخرجها أو ينتجها. فالقائمين على الدولة موظفين يأتمرون بأمره، يخدمونه ويحرسونه من أي تجاوز لحدوده أو مستغلا لسلطته، أو يستخدم الجهاز المسؤول عنه لمصلحته الخاصة أو لقمع الشعب. من هنا جاءت أنظمة الرقابة الإدارية والمالية كي يلتزم كل بحدوده ولا يثري من وراء وظيفته. وقياس التزام هؤلاء هو الدستور الذي يعتبر المسطرة التي تحدد مسؤوليات ومساحة كل ذي سلطة أو مسؤولية. وكل من يعمل بالشأن العام سواء كان في الحقل السياسي أو غيره ضمن إطار قانوني واضح ومحدد مكون من مواد منسجمة ومتناغمة وتدعم بعضها بعضا وتلتزم بالدستور باعتباره المعبر عن سلطة الشعب الحقيقية، وراعي السلطات جميعا ولا تخرج عنه، وإلا وصفت تلك المواد بعيب الدستورية. إذن عمل الدولة شائك ومعقد، ويمكن لهذا المسؤول أو ذاك في أي لحظة ضعف أو خوف أو قمود أو تغافل أو قمود في الصلاحيات أن يتصرف بعكس ما أؤتمن عليه، فيتجاوزه أو يتساهل مع غيره أو يجيره لمصلحته الذاتية أو محسوبيه ويوجه تلك الأموال العامة التي تحت يده لمن هم أقرب إليه أو لمنفعته، فيمد يده بما لا يحق له قانونا، فينتشر الفساد في الدولة شيئا فشيئا حتى يعم الجميع، وكأنه سرطانا لم يلتفت له في أول تكوينه. لذلك أوجد الشعب تقسيما للسلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية وسلطة أخرى سميت السلطة الرابعة مجازا، وهي سلطة الصحافة والإعلام لما لها من تأثير وتكوين رأي عام ضاغط للإفصاح عن المعلومات وكشف ما يدور في أروقة جهاز الدولة والتحفيز المستمر بامتثال حقوق الشعب وعدم التفريط فيها. ولم يكتفي بذلك، بل أصل لدور المجتمع المدني وأهمها الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني كي تمارس الرقابة السياسية والمهنية والفنية وتطرح الحلول وتوجه النقد اللاذع لجميع القائمين حتى تظل المسيرة في الاتجاه الصحيح الذي يخدم الشعب ويطور البلد ويزيل كل الترسبات والأمراض التي تصيب الدولة في مقتل أولا بأول. لكن الأحزاب لا يمكن أن تقوم بواجبها بالشكل الأمثل إلا إذا تفرغت بشكل صحيح وطورت برامجها وكوادرها وفرغت مفكريها ليضعوا الرؤى السياسية المطورة والناجعة والحلول لكل إخفاق يصيب الدولة عموماً أو أحد مرافقها، ولعمل الدراسات ونشرها والصرف على البرامج الإعلامية لتوصيلها للشعب فيتفاعل معها ويؤكد صحتها أو يخطئها ويتجه لغيرها من القوى السياسية المنافسة لها في الساحة الوطنية، فيرتقي بذلك العمل السياسي ويضخ قيادات شابة صحيحة الفكر والضمير، وتدرك تلك القيادات حين تصل للمسؤولية أن الرقابة موجهة إليها فلا تتجرأ على ممارسة الفساد التي حاربته
لما كانت في صف المعارضة. لذلك فإن العمل السياسي تفرق وعمل مضني ويتطلب الجهد والمال الكثير. لذلك أكد الدستور على قيمة العمل السياسي المعارض وأولى أهمية للدعم المالي المستمر حتى تتمكن تلك القوى من ممارسة دورها على أحسن وجه، فتستفيد السلطات منها وتسدد عملها بناء على تلك الانتقادات والتوجيهات والتطلعات. من هنا تتناول ندوة هذه الليلة هذا الموضوع تحت عنوان الدعم المالي للجمعيات السياسية في القانون والتجارب العربية. يتقدم أولاً السيد سامي سيادي رئيس المكتب القانوني ليستعرض قانون الدعم المالي خلال 15 دقيقة، ثم يليه بنفس الزمن الأمين العام لوعد السيد رضي الموسوي ليتناول الموضوع من منظار الدعم المالي وقيمته السياسية. فقط نطلب من الحضور بكل تقدير وود أن يضعوا هواتفهم على الصامت. شكرا جزيلا. تفضل الأخ سامي. شكرا جزيلا. الواقع دعم المالي للجمعيات السياسية طلب عن الجمعيات السياسية صادر في سنة 2005، وبالحقيقة لم يبدأ دعم المالي في مع بداية تشكيل الجمعيات السياسية، وإنما يعني تم بعد عام من ظهور هذا القانون. أول ما يرعي انتباهنا استرعى انتباهنا في قانون الجمعيات السياسية هو تعريف الجمعية السياسية. تعريف الجمعية السياسية حسب نص المادة الثانية من قانون الجمعيات هي يعني مصدرها هي جماعة منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بصورة علنية سياسية ديمقراطية مشروعة بقصد المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وبالتالي نجد بأن من التعريف بأن هذا العمل بحاجة بلا شك إلى أدوات. أحد أهم هذه الأدوات طبعا الدعم المالي أو الدعم المادي لهذه الجمعية لضمان استمراريته وعملها من خلال هذا طبعاً بالقانون نفسه فقط جاء على ذكر الدعم من قبل دولة الجمعية السياسية، فجاء في النص المادة 14 من القانون ووضع إطار وشكل تمويل وموانع هذا التمويل. وما يهمنا في هذا النص هو ما جاء فيه بأنه تساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة. طبعاً القانون ما أعطى التفاصيل بالنسبة لماهية هذه المعايير المحددة أو العادلة، وإنما نجدها في مال الحب لهذا القانون من قرارات صدرت من وزير العدل لاحقاً. وأهم هذه القرارات هو القرار رقم 30 لسنة 2006 بشأن مساهمة الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية، حيث نص المادة الأولى على ماهية هدف هذا الدعم. وتقول هذه المادة الأولى أن هدف الدعم لمساهمة الدولة بتقديم الدعم المادي الجمعيات السياسية وفق المعايير المحددة لهذا القرار وبحلول الاعتماد المدرج للميزانية العامة للدولة، وذلك لتشجيع المنافسة المتكافئة بين الجمعيات السياسية كلا على حدة في إطار الشفافية دون ما إخلال استقلاليتها ودون ما جعل الجمعية السياسية تستغني عن البحث عن التمويل الخاص. يمكن بارك على المادة 14، المادة 14 من القانون تتكلم عن موارد الجمعية، فحصلت اشتراكات الأعضاء في الإيرادات اللي تحصل منها على تبرعات ويجب أن تكون معلنة،
ايضا استغلال مواردها وفي استثمارات معينه. وبالتالي يعني القانون اعطى ايضا مساحه لانه الاضافه الى الدعم المادي اللي تحصل عليه الجمعيه السياسيه من الدوله ايضا لا ظن من ان يكون لها البحث عن التمويل الخاص. اللي ممكن يعني نستخلصها من هذه النصوص اولا بان التمويل او الدعم المالي للجمعيه السياسيه حدد القانون بانه ياتي من الدوله وليس من احدى يعني الهيئات الموجوده في هذه الدوله، فبالتالي يعطي نوع من انواع التحسين بان ليس هناك يعني اي من ممكن ان يمس بهذا الحق اللي اعطاه القانون للجمعيات السياسيه. ايضا اعطاه ميزه بان اعطاه من بنود الميزانيه العامه للدوله، وبالتالي ايضا اخضعت لشكل من اشكال الرقابه ايضا تصل الى الرقابه الشعبيه على اعتبار ان الموازنه العامه هي موازنه الدوله وتدخل ضمن اطار المال العام وتكون تحت هيمنه وايضا رقابه ايضا البرلمان في دوله النظام. القرار 30 حدد ايضا يعني هدف من الدعم ايضا في الماده الثانيه تكلم عن دعم التشغيلي وهو يستهدف مساهمه تغطيه المصاريف التشغيليه لكل جمعيه سياسيه ويتوقع هذا الدعم بعد انتهاء 5 سنوات من تاريخ هذا القرار ما لم يكن احد اعضاء الجمعيه عضوا بمجلس النواب تبعا للاشتراطات الوارده للماده الثالثه من هذا القرار. ايضا الماده الثالثه تكلمت عن دعم المشاركه السياسيه. يعني لاحظوا القانون بان قصر في مساله الدعم، دعم تشغيلي، دعم ايضا للمشاركه السياسيه، وهذه اعطاء القانون ايضا جداول معينه في توزيعاته وايضا قيمه الدعم المادي للجمعيات السياسيه. تكلم ايضا هنا عن دعم المشاركه السياسيه ويتمتع عضو مجلس النواب بعضويه الجمعيه السياسيه قبل الانتخابات. احد الاشتراطات الخاصه بالدعم بالنسبه للانتخابات او المشاركه السياسيه هو ان يكون عضو في الجمعيه قبل دخوله كعضو في مجلس النواب. ان يرشح نفسه بصفه عضو بتلك الجمعيه، معناته ان القانون شجع بان تكون الجمعيات السياسيه وتدخل في هذه الصفه في ايضا البرلمان. يرتبط دعم الدوله للجمعيه السياسيه ببقاء عضو مجلس النواب عضوا بتلك الجمعيه طوال المده في المجلس النيابي، ويسقط الدعم بزوال عضويته للجمعيه او المجلس ويتم ايقافه. ولا تستطيع الجمعيه السياسيه الاستفاده من ذلك الدعم ان التحق بها احد اعضاء المجلس النيابي كعضو او عاد عضويته فيها بعد انتهاء اثناء مدة عضويته بالمجلس. فهذه طرق الدعم بالنسبة للجمعيات السياسية. بالنسبة للدعم التشغيلي والدعم في موضوع المشاركة أيضا السياسية. تأتي المادة الرابعة من ذات القرار وهو القرار 30 2006 كانت تدخلنا ما قاعد أتكلم عن القانون لأن القانون أعطى فقط يعني المبدأ العام بأن على الدولة أن تقوم بعملية الدعم المالي أو تقدم الدعم المالي للجمعيات السياسية، إنما وصلها في هذا القرار. المادة الرابعة تضع الضوابط العامة لتقديم الدعم، وهذه أهم مادة تقريبا يعني تخص موضوع الدعم المالي للجمعيات السياسية. أولا يوقف الدعم المالي بواسطة الدولة في الحالات التالية: عدم التزام الجمعية بأحكام الدستور والقانون في ممارسة نشاطها،
اثنين على التزام الجمعية بعقد المؤتمر العام بمواعيده المحددة فذلك حتى يتم عقده بشكل صحيح. ثلاثة على التزام الجمعية بإيصال سجل إيرادات ومصروفات الجمعية بصورة مفصلة تبعا للقواعد الفنية لإمساك حسابات مالية منتظمة. أربعة عدم تمكين الجمعية لديوان الرقابة المالية من مراجعة شؤونها المالية. وبالتالي يعني إذا هناك أي وقت لهذه الكعب المالي أو المالي يفترض أن يكون يقع ضمن هذه الحالات ولا يخرج عنها. في أيضا نفس ما تكلمت في البند الثاني أن يسقط الدعم المالي بواسطة الدولة إذا حلت الجمعية وأيضا بفترة وقفة وحتى زوال أسباب المخاطر. وبالتالي نجد أن القانون يعني صدر وعلى وجه الحصر تقدم بضوابط تحكم مسألة تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية وحددها مثل ما قلت في البداية عدم التزام الجمعية بدستور القانون ممارسة نشاطها، أيضا عدم التزام الجمعية بعقد المؤتمر العام، أيضا عدم التزام الجمعية بإنصاف الرواتب اللي ذكرتهم سابقا. هذه الأساس القانوني بمسألة وقف الدعم. بالملاحظة نجد بأن على سبيل المثال وهذه يعني المؤكد بالنسبة لنا بأن جمعية العمل الوطني الديمقراطي واحد تم وقف الدعم المالي منذ 2011 حتى اليوم، أيضا جمعية الوفاق، ولوقع ما عندي معلومات عن الجمعيات الأخرى ما إذا كان تم وقف الدعم المالي الخاص بها، وعده يشير في المحامد بأنها أيضا يعني موقوف عنه. فإنما يعني السؤال تم وقف الدعم المالي للجمعيات السياسية صار ثلاث سنين، ما هي الأسباب؟ هل تقع ضمن ضوابط الدعم المالي أو لا؟ طبعاً وزارة العدل لم تخبر ولم تبدي أسباب ولم تظهر على العلن أن أنا وقفت عن هذه الجمعيات. أيضاً جمعية الأعمال الخاطبة بشكل رسمي ما ردت عليها، وبالتالي يعني من اللي خالف اليوم القانون؟ الجمعيات السياسية التي يعني بكل شرط وواردا نجد هناك خطاب من وزارة العدلية من خالته بهذا وخالته بذلك، وأيضا قيمة دعاوى بخصوص مثل هذه المخالفات. اليوم احنا نتساءل أن وزارة العدل خالفت هذا القانون، خالفت نصوص هذا القانون بمسألة يعني عدم الإفصاح عن الأسباب اللي على أساس تم وقف الدعم المالي لبعض الجمعيات السياسية وخروج هذا الـ يعني الوقف عن معتمد القانون كضوابط للدعم المالي. وبالتالي يعني نخلص إلى نتيجة بأن يعني لا معنى للحرية التي أطلقها الدستور لتكوين جمعيات سياسية. شكرا لك. تفضل اخ سعد. شكرا. مساء الخير جميعا. يعني الاخ سامي كف ووفى فيما يتعلق بالموضوع البحريني، ولكن قبل ان ادخل تجارب تجربتي الاردن والمغرب أريد أن أشير إلى أنه اليوم مسألة الدعم واضح بأنها توجه بطريقة انتقائية، ولم يخفي المسؤولون هذا الموضوع، وبالتالي يجب أن نقف حقيقة بشكل جدي فيما يتعلق كيف يمكن ل
العمل السياسي في البحرين أن يحقق تنمية حقيقية في ظل وجود هذه الانتقائية الشديدة، والتي يعني إذا يعني وزير العدل أو أي جهة مسؤولة عن هذا الموضوع تريد أن تغدق بعض الأموال والمخصصات على جمعية فتذهب بكل يسر وسهولة، في حين أنه ممكن حجبها عن الجمعيات الأخرى فقط لأن موقفها السياسي، رغم أنها ملتزمة بالقانون وملتزمة بالدستور وملتزمة بكل ما حدد اللوائح التي تصدر عن الجانب الرسمي المسؤول عن الجمعيات السياسية وهو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. الحقيقة مسألة الدعم المالي هي ليست بدعة في أي مكان، وليست مقتصرة على البحرين على سبيل المثال أو الدول العربية، بل أنه مسألة هي موجودة أيضا في أوروبا. يعني مثلا في فرنسا في هناك حد أدنى للدعم للأحزاب، أنه في 150 ألف يورو يقدمونه. طبعا 150 ألف يورو is nothing يعني قياسا إلى دولة مثل فرنسا، ولكن في هناك أيضا شروط وأيضا في هناك من يصل إلى البرلمان ومن يصل إلى نسبة معينة في المنافسة الانتخابية إلى آخره، وهناك نظام ديمقراطي متكامل يمكن من خلاله أن يقوم هذا الحزب أو ذاك بنشاطه، ومن خلاله ممكن أن يعني يدعم من قبل الدولة، وكل ذلك يأتي من الموازنة العامة وليس من أحد. وأعتقد أن القانون كما تفضل الأخ سامي، قانون الجمعيات السياسية في البحرين، حدد أيضا هذه المسألة بأنه الأموال التي تصرف إلى أو المخصصات التي تصرف للجمعيات السياسية هي يجب أن توضع في الموازنة العامة. السؤال من 2011 لليوم، إحنا نتكلم عن 5 سنوات، أعتقد أنه ما نطالب به هو إعادة الأموال التي حجبت عنا في جمعية وعد خلال السنوات الماضية، ونطالب ب يعني التنفيذ الصريح للقانون. هذه نقطة. النقطة الأخرى، ما يعني من خلال التجارب على الأقل اللي قرأناها في المغرب، في تونس، في مصر، في الأردن، وجود تنظيم للدعم المالي من خلال قرارات وزارية، هذا يشكل خطورة وخلل، وممكن أن يقود إلى انتقائية حسب يعني تقديرات الوزير أو المسؤول عن هذه عن تنفيذ القانون. ولذلك أنا أعتقد أنه من الضرورة بمكان أن تنتقل القرارات الوزارية على مستوى البحرين على سبيل المثال، من أن تكون قرارات إلى أن يكون فصل كامل يوجد في قانون الجمعيات السياسية، اللي نطمح أن تكون أحزاب كما اقترحناها في حوار 2011 ولم تجد صدى يعني يتجاوب أو أحد يتجاوب معه. كما أن مسألة الدعم المالي وبدون انتقائية يعتبر بشكل أو بآخر ركيزة رئيسية للتنمية السياسية في البلاد، فتأطيره في قانون واضح وليس بقرارات وزارية هو الضامن لاستمراره، وهو الذي يشكل حائط صد أمام محاولات الاختراق المحتملة من أي من الجهات الأجنبية. نحن إذا أردنا أن نحمي بلدنا من أي عملية تمويل أجنبي من الخارج، علينا أن نمارس القانون بشكل واضح وشفاف على الجمعيات السياسية، وبالتالي ممكن أن نقطع الطريق على أي من يحاول أن يخترق من خلال الضائقة المالية التي تتعرض لها جمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات. فإذا إحنا لبينا هذه الطلبات، أعتقد أن إحنا سنقطع الطريق على كل من يريد أن يعبث بالعمل السياسي في البحرين. على هذه الأرضية نطالب بإعادة الدعم المالي.
أنا الحقيقة تعرضت في هذه الورقة إلى تجربتين، تجربة الأردن وتجربة المغرب. في المغرب في هناك صدر نظام يسمونه نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية في الأردن. تقول المادة الثالثة فيه يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية، لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي، وما يسمونه دعم، يسمونه المساهمة، وهذه في نوع من الاحترام إلى الجمع إلى الأحزاب السياسية حتى. يعني في فرق بين الدعم كأنه دعم اللحوم والدجاج وإلى آخره، وفي هناك حقية إلى هذا العمل السياسي أن يكون بالفعل قادر على إحداث تنمية حقيقية في البلد. الألف يقول مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقا لأحكام مواد في القانون، لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاق المساهمة المالية عن 500 عضو من 7 محافظات، على أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5%، وأن لا يقل، طبعا هذه أنا في تقديري أنه لأن أيضا في الأردن في هناك خصوصية الوضع العشائري والقبلي اللي موجود، وبالتالي أنت عندما تجمع هذه المحافظات وتحدد هذا القانون، أنا أعتقد أنه هذه مادة متقدمة الحقيقة، أو على الأقل هكذا نراها، أن لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن 10%، مرور سنة على تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين اللي هي باء وجيم، اللي هي 5% من كل محافظة و10% من النساء، والإنفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية. حددوا في هذا النظام، تم تحديد وين تصرف هذه الأموال: 1 بدل إيجار لمقار الحزب وفروعه، النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث، رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى لا يتجاوز 15,000 دينار أردني سنويا، أن يحدد نظاما أساسي المعتمدين للتوقيع على المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على لا يقل عددهم عن 3 أشخاص. المادة الرابعة تقول تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب 50,000 دينار أردني، طبعا كانت 20,000 في 2015، ضعفوها إلى 50,000 دينار سنويا، تدفع على دفعتين متساويتين، الأولى في شهر يونيو والثانية في يناير من كل فترة. في أيضا في النظام يقول لك أنه على الرغم ما ورد في هذه من هذه المادة، يكون مقدار أو يعني نتجاوز دي، أنه يستفيد الحزب من مبلغ إضافي على المبلغ المحدد من المادة 5 اللي قرأته من هذا النظام بما لا يزيد عن 50,000 دينار ثانية وفق ضوابط أيضا، بمعنى أنه يعني هذا الحزب في 50,000 دينار ثابتة وفي 50,000 دينار ثانية ممكن أن تضاف إلى إذا كان هناك في نشاط وحيوية لهذا الحزب. المجمع عليه في كل القوانين والنظم المتعلقة بدعم أو بالمساهمة في دعم الجمعيات والتنظيمات السياسية هو أن كل هذه تلتفق مع ما ورد في البحرين بأنه ديوان الرقابة المالية أو ديوان المحاسبة في الأردن أو في المغرب أو في فرنسا أو في بريطانيا أو في أي دولة هي التي تراقب وتدقق حسابات، أو هذه الأحزاب خاضعة للتدقيق من قبل دواوين الرقابة والحسابات في هذه البلدان. ما هو أيضا واضح بأنه في القانون، في قانون الأردني، في مادة أنه يخصص أو يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، بحيث أنه ما تجي أي وزارة من وزارات اللي تقول بأنه هذا مصروف سحبناه من هذا البند وديناه للبند الأول الأجور والرواتب أو في المصروفات الأخرى المتكررة، هناك بند واضح يسجل في الموازنة العامة هو بند المساهمة في دعم الأحزاب. فيما يتعلق بالتجربة المغربية
وهذا التجربة المغربية أكثر تقدما حقيقة من التجربة الأردنية. إذا كان نظام صدر من وثق من القانون في النظام الأردني، في النظام المغربي في جزء اسم الفرع الثاني والثالث والرابع تقريبا 19 مادة في قانون الأحزاب هي تعالج مسألة مالية الأحزاب، وتسمى يعني سموه الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية في ضمن القانون، وبالتالي هذا تشريع وافق عليه البرلمان. وأيضا في تونس نفس الشيء تشريع وافق عليه البرلمان، وأيضا في مصر. الفرع الثاني يسموه هناك أو يعني على طريقة الباب الثاني في المغرب، في المادة 32 تقول تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك وفق القواعد الآتية: تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي غطت نسبة 10% على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية. بمعنى إذا اشتركت في 10 دوائر 10% من إجمالي الدوائر الانتخابية يحق لك أن يكون هناك دعم إليك. تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية اللي هي الثابتة يعني السالفة الذكر، الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3% دون أن تصل إلى نسبة 5% من عدد الأصوات. بمعنى أنه إذا اشتركت في الانتخابات يكون لك حصة، وإذا حصلت على 3% تكون لك حصة ثانية، وإذا حصلت على 5% وهذه أيضا نقطة، يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5% من الأحزاب الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات. بمعنى أنه في هناك تدرج في الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة وموجود في الميزانية. ويضاف أيضا في نفس المادة أن يحدد مبلغ من هذه المساهمة نسبة 50% من المساهمة من مبلغ الدعم السنوي المشار له في البداية الحزب السياسي برسم السنة السابقة لعقد مؤتمره الوطني. بمعنى إذا كان في هناك مؤتمر راح يعقد لهذا الحزب يقدم له نصف المبلغ اللي قدم له في البداية إضافي، وبالتالي هنا يعني تبدو عملية إن كيف تسهم أنت في عملية التنمية السياسية وكيف تسهم في عملية الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي في هذه الدولة. لذلك نقول إنه الموضوع هو موضوع إنه كيف نستطيع أن ننمي سياسيا هذه على الأقل هذا الجانب المهم، لأنه كما يقال لا يمكن أن يكون هناك تنمية مستدامة بدون عملية تنمية سياسية مستمرة وثابتة قادرة على أن تحقق أهدافها بشكل واضح وصريح. أيضا في القانون المغربي يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المواد السابقة عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني وعدد المقاعد. بمعنى نفترض أن وعد دخلت في انتخابات ولم تحصل على أي مقعد كما حصل مثلا في 2010 وفي 2006، ولكن يعدوا عدد المقاعد الأصوات التي حصلت عليها في هذه، وفي ضوها يقدم الدعم المادي لها من خلال على نسبة اللي حصلت عليها في هذه الانتخابات. على هذه الأرضية أنا أعتقد أنه مقارنة أيضا بالوضع البحريني كي لا أطيل كثيرا، أعتقد أنا أنه إحنا محتاجين إلى إعادة قراءة كاملة إلى القرار الوزاري الخاص بدعم الجمعيات السياسية بدعم المالي، اعتبار أن هذا الدعم مسألة أساسية ليس
من قبل الجمعيات السياسية. الجمعيات السياسية لما احنا حرمونا خلال 5 سنوات وايضا في قبلها لان كانت متقطعة لم نتوقف عن نشاطنا، سواء كان عندما كانت تصدر الديمقراطي او بعد ما صدر الديمقراطي لم نتوقف عن النشاط، لان نعتقد بان هذا واجب وطني يجب ان نمارسه. هذه واحد ان علينا مهام رئيسة، وبالتالي استطعنا خلال الفترة الماضية أن نغطي مصاريفنا من تبرعات أعضائنا، وكانت مثل ما قلت أنا في أحد التصريحات الصحفية أن كانت الفزعة في بداية كل مؤتمر كانت تغطي الجزء الأكبر من هذه المصاريف، وأعتقد أن احنا نستطيع أن نغطي. ولكن الموضوع ليس هنا، الموضوع إذا كنا مؤمنين بحقيقة بأن العمل السياسي ممكن أن يحقق تنمية حقيقية وسياسية في المجتمع. احنا اليوم عندنا معهد التنمية السياسية، ماذا يفعل هذا المعهد؟ لم يعقد اجتماع يتيم مع الجمعيات السياسية. طب كيف انت تسوي لك معهد ليس له علاقة بالمجتمع السياسي؟ غير ان انت تجيب لي ناس من برا ليحاضروا وتدعو مثل ما وتتحول من معهد للتنمية السياسية إلى جمعية سياسية تعقد مؤتمرات بين فترة وثانية. الفرق إن احنا نعقد ندواتنا في مقارنة، ومعهد التنمية السياسية يكلف الدولة الكثير لأنه يعقد ندواته ومؤتمراته في الفنادق. على هذه الأرضية أنا أعتقد أدعو بأنه يعاد النظر جذريا في تبعية أن يكون مسألة الدعم المالي للجمعيات تابعة للقانون وفي نصوص واضحة غير قابلة للتأويل، كما جاءت في تحديدا في الدستور في القانون المغربي. وكذلك أعتقد أنا نحن بحاجة إلى قراءة جديدة لواقع الحياة السياسية في البحرين، اللي على ضوها إذا أردنا استقرار اجتماعي وسلم أهلي حقيقي في هذه البلد فإننا قادرين على أن نحققه، ولكن بشرط أن يكون هناك مصدرة تقيس بمعيار واحد. يجب أن لا تكون هناك ازدواجية في المعايير، جمعية تقدم لها حسب ما قرينا في الصحافة قطعة أرض بملايين الدنانير، وجمعيات يحجب عنها الدعم المالي ولا تستلم فرنك خلال السنوات الماضية. شكرا لحسن استصالتكم.